أنا في حياتي ما كذبش. بين بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. أنا في حياتي ما كذبش. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله. وباغا اختي غنغوت. أنا في حياتي ما كذبش. ابتداء من جانفي فيفري 2023 نراجع المرتبات نتاع المعلمين ونتاع الشبه الطبي. أنا في حياتي ما كذبش. أنا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس. الجزائر قوة، قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. وعسل ياك يا حسن، وين راك حسن؟ وين راك درك راسك؟ عن قريب جدا في شهر مارس تخرج، يبدو التصنيع تاع السيارات وتسويق تاع سيارة فيات كهربائية وغيرها. مانديلا يعتبر نفسه جزائري وقالها هو بنفسه أول ما زار زار هنا. اللي قالها قاعد نستغلبني أنا غير بطاطاختي، بطاطاختك روح شوف فيها بلاصة أخرى مش هنا. شوف الجزائر اليوم صبحت تثير جدل، وين تحط رجلها تقوم قيامة. أنا في حياتي ما كذبش. أوكان بريزيدون ما فيس كو جي في. وعسل! الله.